كثير بنشوف يعني لافتات في الأماكن العامة تكون طريقة تسويقية لشركة أو براند معين. اللوجو صارت عبارة عن حتى بتسوق لنفس البراند، لأنه زي ما ذكرت في بعض البراندز خلاص إحنا بنعرفها من نفس الشعار. فكيف ممكن كل مصمم يدخل في تحدي أنه يصمم الشعار المناسب بحيث أنه هو يكون بسيط في نفس الوقت والشخص يعني يقدر يتذكره؟ جميل. طبعا احنا كمصممين احترافيين دائما احنا ناخذ شيء اسمه بريف. طبعا هذا ناخذه من العميل نفسه او المصمم اللي راح يصمم الشعار العميل او اللي راح يحتاج الشعار. ناخذ منه تقريبا بريف، ناخذ منه الاسئله المعينه اللي يعني تمتاز بها المشروع حقه اللي راح نصمم له الشعار، الركائز اللي ناخذ اللي ماشي عليها مشروعه. فبكذا نقدر نطلع باكثر من اكثر من شعار مميز عن السوق بشكل كامل. فاكيد ان كل مشروع له ركائزه وله يعني امتيازاته تختلف عن مشروع ومشروع. فبكذا انا استطيع كمصمم اقدر اطلع او ما يعني ما يكون في تشابه بين تصميم وتصميم. فهذه طريقه تقريبا، هذه باختصار الـ يعني اللي احنا نسويه يعني.